المهم على اساس الثقه الكبيره اللي الناس مديها لحضراتكم، هو نفس السؤال وعايز اجابات موجزه. موسيماني بيألف كوره ولا الراجل عنده افكار؟ اجابه واجابه. ما فيش حاجه اسمها مدرب بيألف كوره. مش مقتنع بالتعبير. يعني بيألف هيبوظ الفرقه يعني؟ في ناس بتقول لك فتره زمنيه قصيره كسب دوري ابطال افريقيا. الدوري كان محسوم، مش هحسبه له. ماشي، دوري ابطال افريقيا، كاس مصر، ومتصدر الدوري لغايه دلوقتي. ماشي، بيلعب كرة حلوة، بيطور من اسلوب لعيبة كتير، بيضيف شكل جمالي للنادي الاهلي. عاوز منه ايه تاني؟ في واحد ماسك مسك امتى؟ في نوفمبر ولا اواخر اكتوبر؟ يعني مش فاكر كويس. اكتوبر يعني مسك. طيب، في اكتوبر يعني زيزو. بتتكلم في شهرين، ثلاث شهور. ثلاث شهور. يبقى من وجهة نظرك هو عنده افكار. زيزو هو اكيد عنده افكار، بدليل ان الافكار اللي احنا بنستعرضها حتى بنجيب للناس الرسم التكتيكي بتاعها ايه بره. فبالتاكيد عنده افكار. انا ببقى حاسس بس ان الافكار كتير وقت انت بتعمل فيه روتيشن كتير، اجباري الروتيشن، وبالتالي الافكار الضخ بتاعها احيانا بتبقى كتير في الماتشات، تعمل برجله. بس في نفس الوقت خلينا برضو نبص على الموضوع من زاويه اوسع شويه. لان في الاخر احنا مش دورنا ان احنا يعني اكيد انا مثلا لا املك العلم الكافي اللي يخليني اقول للراجل ده انت بتالف. حلو، يا للدرجه دي ممكن ما تقولهاش للدرجه لا دي. طبعا مش بتاعتي. يعني انا بضحك مثلا على الناس اللي بتقعد تقول، او يعني ببقى مستغرب قوي الناس اللي بتقعد تقول مثلا بيب النهارده خرب في كذا وكذا وكذا، او غلط في كذا وكذا وكذا. اكيد هو عنده اسبابه اللي خليته يعمل كذا، بس وكذا عنده وكذا. عامل من العوامل باظ فبوظ المعادله. احنا بنستعرض بس العوامل اللي حصلت. الفكره اللي انا عايز اقولها ان ربما يكون الحاجات الكتير قوي اللي بيديها للعيبه في الوقت ده بتحرق صحيح بعض الماتشات وبتصعب عليك الماتشات، بس في النهايه هو علم هيطلع بيه اللعيبه للليفل بتاع وقت المنافسات بتاع دوري ابطال افريقيا اللي بجد، وهيبقى كل العلم ده موجود اوريدي عندهم. كويس. يعني اقصد كل الافكار اللي طبقها دي هتبقى موجوده في اللحظه الحاسمه بشكل افضل من انه كان يبتدي يجربها في المراحل الحاسمه. صحيح. فهو بيجربها في الوقت الحالي علشان عنده مرحله حاسمه. لكن ان استمر في التجريب كتير وابتدى يهدر نقاط بسبب التجريب الكتير، وقتها انا هقول لا، هو في الاول في الاخر انت هدفك ايه؟ البطولات. فلو ضاعت منك الصداره وضاعت بفرق مثلا، ساعتها اقول لك لا انت عندك مشكله.